1-1 هدف مبكر ريح جدا الدنيا، خلاك الى حد كبير تمشي الماتش زي ما انت عايز لحد ما سجلوا وهدف واحد انتهت المباراه 1-1. شفت انت ازاي اللقاء وما فعله موسيماني؟ يعني طبعا اكيد في البدايه طبعا كان واضح جدا جدا ان موسيماني مش يعني رايح جنوب افريقيا ورايح يلعب سان داونز علشان يتاهل. ايوه يعني انا من خلال رؤيتي للمباراه ان هو ما كانش رايح علشان يفوز بالمباراه. وان كان الهدف اللي احرزه يعني تقريبا في الدقيقه 10 ياسر ابراهيم يعني ادى طمانينه بصوره كبيره جدا ان انت اول حاجه ان انت ما دخلش فيك هدف في مباراه الذهاب هنا، ودي حاجه مهمه جدا. صح. وما دخلش فيك هدف دي كانت اهم بكتير جدا من حتى الهدف اللي احرزه صلاح محسن في الاخر. يعني عدم استقبال الاهداف على ملعبك دي هي دي نقطه. صح. دي نقطه مهمه جدا جدا في مباراه الذهاب والاياب، وده عكس اللي حصل في سان داونز ان هو استقبل هدف هناك فصعب الموضوع بصوره كبيره جدا. مظبوط. فاعتقد ان هو كان رايح عشان يتاهل. موسيماني يعني عمل حاجه مهمه جدا جدا النهارده، يمكن حصلت فيه كاس العالم للانديه. لا حصلت فيه هو لما كان مدرب سان داونز. أيوه. فاعتقد أيوه. هو يعني انا كمدرب يعني المفروض ان انا ما عنديش مشكله ان انا اتعلم. عمل نفس اللي عمله فايلر. لان فايلر انت حضرتك عارف تفوق عليه الموسم اللي فات ان لعب تقريبا بثلاث مساكين او اتنين، واحد قدامهم ليبرو متقدم. صح. او ليبرو متقدم قدام الاثنين او ليبرو متاخر للاثنين نص ملعب. تمام. فاعتقد استفاد هو من الموضوع ده، وانا كمدرب بشوف اسلحتي ايه بالظبط. ذاكر كويس جدا، وكان طبعا هو مدرب سان داونز الموسم اللي فات، فاما اتعملت فيه دي فاعتقد استفاد منها. تمام. ونفذ تقريبا نفس كان ساعتها لعب محمود متولي في ماتش محمود متولي فايلر ضد موسيماني وايمن اشرف وياسر ابراهيم. طيب ايه بقى الافاده اللي اتضافت النهارده للاهلي بوجود رامي ربيعه في المكان ده؟ يعني اعتقد طبعا ان هو عمل زي ما بنقول كده بلغه الكوره ستاره مهمه جدا جدا قدام الاثنين مساكين، بخلاف طبعا قدام يعني وراه اثنين مساكين مميزين جدا، قدامه اثنين لعيبه نص ملعب سواء ديانج او السوليه مميزين جدا. عشان كده نلاقي ان يعني هنقول العمق اغلق تماما قدام سان داونز. تمام. يمكن كان الحل الوحيد لسان داونز يروح على الجنبين يروح على الاجنبي، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا. وبرده حتى فكر فيها اما تروح على الاجنب يعني بالتالي هتزيد الكور العرضيه. هتزيد الكور العرضيه، فمن خلال الكور العرضيه سواء انا مدافع او مهاجم هيلعب على الكره الثانيه. فالكره الثانيه سواء جايه من بدر بنون او ياسر ابراهيم الكره الدفاعيه هتلاقي رامي ربيعه قدامه او ديانجو والسوليه. فدي نقطه مهمه جدا اعتقد لعب عليها، ويعني كان ممكن يستغل بس شويه الهجمات المرتده، ولكن ولكن خرج بالمباراه زي ما هو عايز. ايه المشكله؟ هل هو عايز يتاهل باقل مجهود ممكن، ولا كان في مشكله هي اللي ادت الى انه الهجمات المرتده ما كانتش مؤثره النهارده للاهلي؟ يعني اعتقد بصوره كبيره جدا ان هو يعني كان لازم يحفظ اللعيبه اللعب على الهجمات المرتده. ويمكن برضو هرجع اقول برضو يمكن انا كمدرب او اي مدير فني لازم كان بيحط كذا سيناريو للمباراه. فاعتقد من السيناريوهات اللي هي يعني اي مدرب بيحلم بيها ان هو يحرز هدف بره ملعبه او يحرز حتى كمان الهدف الاول. اعتقد السيناريو ده غير فكره تماما. حاول يستغل النواحي البدنيه اللي المفروض كلنا بنتكلم عليها سواء لاي نادي مصري وخصوصا النادي الاهلي اللي بيشارك يعتبر في ثلاث بطولات، لان في يوم الجمعه بطوله السوبر. اعتقد يعني انا كلاعب هحاول اوفر مجهودي وخصوصا ان انا كسبان او متقدم او حتى متعادل. والموضوع بعيد جدا يعني الموضوع بعيد جدا. كان مطلوب من سان داونز بعد الهدف ده أربعة. ان يحرز اربع اهداف. يعني يمكن هدف ياسر ابراهيم ده يعني قتل مبدئيا التعادل اللي هي ضربات الجزاء قتلها خلاص، فالمباراه 90 دقيقه. فاعتقد حاول برضو ان السيناريو الاهم اللي اي مدرب بيتمناه حصل. فاعتقد دي اثرت بصوره كبيره جدا ان انا مش محتاج ان انا هاجم، وخصوصا ان انا راجع من مباراه متتاليه. مزبوط. وخصوصا ان انا عندي بطوله يوم الجمعه. طيب هو ده سؤالي اللي وجهته النهارده لاصدقائي من المشاهدين على صفحاتنا المختلفه، انه مين رجل مباراه الاهلي مع سان داونز في اياب الدور ربع النهائي؟ هستنى اجاباتكم ومشاركاتكم على صفحاتنا المختلفه على رقم الرسائل القصيره 2320. لكن بسالك كابتن جوده،
مين احسن لاعب في المباراه النهارده، سواء بقى لدور تكتيكي او لمجهود او من وجهه نظرك انت مع شرح طبعا لا السبب. طبعا من وجهه نظري يعني بصوره كبيره جدا ان هو الشناوي. الشناوي لان هو امن زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره برضو، امن الهواء داخل ال 18. يعني خلاص كل الكرات العرضيه العاليه، يعني يمكن الشناوي النهارده وانا بتفرج كده، يعني بحاول اتفرج كمدرب يعني بحاول، يعني تقريبا طلع في الكور عليها 16 او 17 مره. تمام. يعني 16 او 17 استخلص كانوا تقريبا 20 اوفر تقريبا. حاجه زي كده، استخلص حوالي 17 كره نسبه هواء نجاح كبيره. نسبه نجاح كبيره جدا، وخصوصا ان انا كمدرب قافل العمق، فبالتالي هلعب على الاجناب. فاعتقد الشناوي النهارده قام بدور كبير جدا جدا، حتى احنا من خلال حتى وهو حتى الكره معانا او الهجمه بعيد عنه شويه كنا سامعين صوته دايما. صح. اضغط كان قايم بدور القائد بجانب مهامه اللي هي كانت اهم، اللي هو تامين الهواء داخل ال 18.